شياطين مختبئة في الأجساد، أنا بأمرها بالظهور باسم يسوع المسيح. رجل الله سعيد عبده تحت قيادة وفحص الروح القدس يخدم بالصلاة والتحرير في خط الصلاة لأشخاص باحثين عن يسوع المسيح كي يضع نهاية لقيودهم. بينما يطلق رجل الله سعيد عبده الصلوات بقوة الروح القدس، قوة قيامة المسيح تفيض من خلاله لتأتي للناس بالشفاء والتحرير وجميع بركات الله لأجل خلاص نفوسهم. فبذكر اسم يسوع المسيح كل ركبة للمرض والسقم والقيود لا بد أن تنحني. قوة يسوع المسيح وتأثيره اليوم أعظم من وقت خدمته على الأرض، لأنه بإمكانه أن يكون موجودا في جميع الأماكن في كل الأوقات. أنت مش عايز بروحه من... لنرى ما الذي يحدث. مين أنت؟ يوريكوا ان المسحه تتلف النير. مملكتك تحت الأرض بالسحر. مين رئيس السحر في مملكتك؟ أنا. اسمك إيه؟ ملكش دعوة. بس يسوع المسيح. اسمك إيه؟ أشوف. اسمك إيه؟ ماليش اسم. أنت ملك؟ فين مملكتك؟ تحت الأرض. ها؟ تحت الأرض؟ دخلت البنت دي ازاي؟ بالسحر. ايه نوع السحر اللي اتعمل؟ امها مرشوشة قدام الباب. امها ايه؟ امها مرشوشة قدام الباب. ميه مرشوشة قدام الباب. ايوه. الميه دي مسحورة؟ ايوه. ايه نوع السحر اللي على الميه؟ الدمار. الدمار؟ دمارة. ودي بتاعتي انا. تقول ايه؟ فادي ما سمعت ليش دمارة. كانت كل وقت يجي لي فرصة عشان أموتهم، بس هي قدرت عليا. مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ أنا الملك. نار على مملكتك باسم الرب يسوع، نار على مملكتك، نار على مملكتك باسم الرب يسوع، نار على مملكتك. اخلع تيجانك، اخلع تيجانك، اخلع تيجانك باسم يسوع المسيح. اطلع تيجانك، نار على راسك، نار على راسك، اطلع خواتمك. اموت ابوك باسم يسوع المسيح. انت انتهيت. لا. انت كذاب. كان غيرك طلعني. يسوع المسيح اعظم منك. كان غيرك طلعني. يسوع المسيح اعظم منك. يسوع المسيح انت تحت الاقدام. لا. اركع على ركبك. مش هطلع. اركع على ركبك. ادمرهم. ادمر ابوها. انا بكره ابوها. كم عددكم؟ احنا كتير. احنا جايين عشان نموت ابوها، مش هنطلع لما نموت ابوها. كذاب. مهمتك. بس هي ما سمعتليش. مهمتك انت. هي ما سمعتليش. هي فادية ما سمعتليش. اسمع يا شيطان، مهمتك انت. دمرتها بشعرها، دمرتها في عينيها، خليت نظرها ضعف، دمرتها في كل حاجه، خليت العيال الاطفال مدرسه الاحد يكرهوها، دمرتها، خلتها تكره العيال مدرسة الأحد، وهي أبلة بالاسم. دمرهم. هي مسيحية بالاسم؟ لا. ها؟ هي قوية، ما قدرتش عليها. كل ما تكلم تقول أنا بنت المسيح، أنا بنت الملك. كل ما أكلمها أجيب لها فكر انتحار، موت، دمار. تغلبني. تغلبني. فادية بتغلبني كل مرة. انت عارف انت ارتكبت اكبر خطأ، انك سمحت لها تقف قدامي هنا. ايوه ايوه، يا جابت رقمك من على النت وكلمتك. ايوه. انت عارف. انا بكرهها ادمرها. انت عارف ان الشياطين اللي بتيجي هنا بتروح على فين؟ عارف الشياطين؟
مش هطلع منها. اسمع، انت عارف الشياطين اللي بتيجي هنا بتروح على فين؟ ايوه. بتروح فين؟ الجحيم. مش هطلع منها لما ادمرهم. ايه اللي بيحصل في الجحيم؟ نار. ها؟ نار. والناس اللي مش عارفه ان في جحيم حقيقي، انت بتعمل فيهم ايه؟ بدمرهم في كل سمعين؟ حاجه. بدمرهم في كل حاجه. والناس اللي بتاخدها معاك في الجحيم بيحصل فيهم ايه؟ نار بتاكل جسدهم لا تطفي، يفضل مهلكين على طول. نار ما بتتفيش تولع في جسدهم على طول. على طول لحد قد ايه كده؟ على طول. سامعين؟ على طول. الجحيم حقيقي على طول. والدليل ان الارواح الخفيه دي الخطيره لما يبقى روح الله هنا يظهرها، ده اللي كان بيحصل في زمن المسيح، وده دليل ان المسيح حي. مين اللي اظهر الارواح دي؟ انا ما لمستش حد عشان ما حدش يجي يدي المجد للاخ سعيد. راجل فاضيه. اخ سعيد ما عندوش حاجه يقدر يعملها لك، لكن حضور حضور المسيح الحي. ما تنيش يا فادي يا غلام. حضور المسيح الحي هو اللي بيدمر الأرواح الشريرة، هو اللي بيظهر الخفايا الظلام. الناس دي بعد ما هيتحرروا هيكونوا ناس تانية خالص، هيخدموا الرب. تعرف ان البنت دي هتخدم الرب؟ مش هطلع منها. أنا مش هطلع منها، بتاعتي أنا. أنت متأكد؟ أيوة، بتاعتي أنا وملكي أنا. أنت كداب. دمرتها في كل حاجة. إيه الأشياء اللي أنت دمرتها في حياتك؟ كل حاجة. إيه الأشياء اللي دمرتها في حياتك؟ هتطلع مرض. مرض؟ بس هي كانت بتستحمل وبتجعل. إيه الأمراض اللي أنت اديتها لها؟ كتير. انتحار، وحاولت أنخلها تنتحر، بس هي بتغلبني كل مرة. تغلبني كل مرة. شايفين أفكار الانتحار؟ أفكار الانتحار. فمرة جبت لها السكينة وحطيتها على إيدها، وعلشان انتحر غلبتني مرضى. على طول بتغلبني. اسمع اسمع، أنت قلت إنها كانت بتغلبك. أيوة، كل مرة كل مرة تغلبني. حتى امبارح كنت عايزة أموت أبوها، كانت بتغلبني باسم يسوع. أنت ليه ما كانت بتغلبك بيه؟ باسم يسوع. اسم يسوع بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك دمار. بيعمل لك دمار؟ ايوه. ارفعوا ايديكم. يسوع 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 يسوع. اسمه بيعمل لك ايه؟ نار. بيجعلني في نار. عشان كده ابليس، هقول لكم كلام مهم جدا، بيجعلني في نار. اسم يسوع المسيح، قولوا يسوع. يسوع يسوع. لما بتنطق اسمه نار على الشياطين، قول يسوع. يسوع يسوع. شايفين؟ يسوع يسوع. عذاب، لأن اسمه كلي القداسة، اسمه أعظم اسم. يخليك تقول أي اسم تاني. ليه ثلاث سنين فيها؟ إيه؟ ليه ثلاث سنين فيها؟ أدمرهم. عملت إيه في الثلاث سنين دول؟ حاولت كتير أدمرهم، بس هي كانت بتغلبني. بكرة. هي اتحررت. أمي اتحررتي. أشكرك يا يسوع، حررت لي. أشكرك يا يسوع، حررت لي أنا بنتك. حررت لي يا يسوع. أشكرك، هللويا. أشكرك.
جدا اشكرك. الشياطين عذبتك كتير؟ كتير عذبت كتير. اشكرك. عملوا فيكي ايه؟ بحاولوا كتير خلوني ادمر البيت، بس انا كنت بقدر عليهم. كل ما اقول يا باسم انا بنت المسيح، انا بنت الملك، كنت بخنق نفسي وبضرب نفسي. انت هتخدمي يسوع، تقبلي الروح القدس وتتكلمي بألسنة أكل. فرح، انا فرحانه، انا فرحانه قوي. اشكرك يا يسوع، اشكرك حررتني يا يسوع، اشكرك يا الهي. مبروك عليك. روحي قولي لكل الناس يسوع حررني. امين. بصي للكاميرا وقولي للناس تعالوا ليسوع، يسوع حررني. يسوع حررني، اشكرك يا يسوع حررتني. هي انا فرحانه 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 قوي، تحسني كنت بتعذب. اشكرك يا يسوع حررتني، يسوع حلو. هللويا، مبروك عليك، عيشي للمسيح.